السلام عليكم. رمضان كريم عمو. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا جزيلا. مرحبا واضح، انا يزن من سوريا، عمري 22 سنه، صلي باربيل شهرين تقريبا. مرحبا واضح، انا اكرم البيروتي من سوريا، مقيم باربيل من 3 شهور. انا وصديقي هو ابن عمتي عندنا مبادره نساعد العالم يعني بقدر المستطاع، هي الافطار، افطار الصائم. في ناس ترجع من شغلها، من عملها، من دراستها على البيت، نحن بنختار الوقت قبل الاذان بخمس دقائق، بنوزع تمر ومي وقطعه كيك او بسكوت للناس بين ما تصل على بيتها يفطروا. كلياتنا قادرين انه نقوم بهالمبادره هي. صعوبات باللي صعوبات، لا ما في اي شيء من هذا، عمليه كثير بسيطه. بتحبوا هلا بنرجيكم شلون بنقدم للعالم هاي المبادره الحلوه هاي وبنشوف الابتسامه على وشهم. تفضلوا. يوم انا يوم هو يعني يوم انا فقدت الشخصيه، يوم انا فقدت الشخصيه هي اصلا يعني اسف المبلغ مو زهيد يعني مو هالمبلغ، حوالي 5 6 دولار يعني باليوم بيكونوا كافيين، انه علبتين تمر وعلبه كيك وصندوق مي في 30 او 35 زجاجه مي. المي مشتريه قبل بيوم حطه بالبراد مشان يبرد، وبنفس الوقت نحن بنكون معنا شارين علبه اكياس كبيره بتكفي الشهر الكريم كاملا. كل يوم بناخذ حوالي 30 35 كيس، نحن بنكون معنا كفوف طبعا قفازات بنعبي بكل كيس صنينه مي واربع خمس حبات تمر وقطعه كيك، نحطهم ضمن الكيس ونوزعهم نكسب فيهم سوا. نحن من سوريا عاملين هاي الفكره وكان فيها يعني توفيق من الله الحمد لله، مبادره بسيطه ولكن لو واحد يعطي للثاني هو بينسر. مثل ما نحن مسرورين كمان الناس عم تكون مسوره لما يشوف واحد عم يقرب عليه بيقول له مرحبا رمضان كريم، عم بعطيه كيس فيه تمر، عم كثير عم يكون مبسوط ومسرور. او حتى نحن ما بنسال انت صايم او مو صايم، نحن بنوزع للكل بدون ما نسال اذا هو صايم او لا، بجوز يكون من غير دين من غير طائفه مو صايم، هو حرته الشخصيه، بس نحن بنوزع تحسب اذا حدا صايم يستفيد من المي والتمر. السلام عليكم، رمضان كريم عمو. شكرا جزيلا. حقيقة مبادرة رائعة، هذا احتراما لرمضان واحتراما للصيام واحتراما لهذا الشهر الفضيل، يعني فد مبادرة إنسانية جميلة ممتازة جدا. أنا أشجعكم على هذا الشيء وأتمنى يكونون كثير من الناس يحذون حذوكم حتى يبينون للناس أنه إحنا في شهر محرم، هذا شهر مبارك. حنقتصر 30 يوم بشهر رمضان الكريم لبين ما الله يكرمنا بوارد مالي حتى الواحد يقوم يعني بهالفعاليات هاي. خلصوا كل الحصص 30 واحدة 35 وزعناهم كلهم. شو رأيك بردود فعل العالم؟ والله الابتسامة كانت بادرنا، يعني احنا بنقري عند الشخص بتوقع مثلا انه احنا بدنا نبيعه شيء او كذا، بتقول له رمضان كريم وتعطيه مي وتمر عم ينسر كثير. بكره ان شاء الله بمكان ثاني عندنا نفس المبادره، منه بندور اربي كلياتها وبنعمل الفعاليه الحلوه هي.